السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي قايمة بأهم برامج البيم وخصوصا في مجال الاركتكتشر أو المجال المعماري، وبنلاقي إن تقريبا كل البرامج بتتبادل مع بعض بامتداد الـ IFC، وبعض البرامج ممكن تاخد برضو الـ DWG DXF DGN، بس هو الأساس دلوقتي الـ IFC. هنلاقي عندنا مثلا برنامج زي برنامج الريفت بتقدر تصدر IFC وتصدر بقية الامتدادات، الارك كاد اللي هو من جراف سوفت، هو تقريبا اول برنامج اتعمل بمنهجيه البيم، برنامج الفيكتور وورك، في الايكو سيم ده بيشتغل معماري وانشائي وكهرب ميكانيكال، الاول بلان ده مركز على الاركتكتشر، وفي اللي هو الكاد سوفت عامل حاجه اسمها ايفنسير، وعندنا السكتش اب اللي هو من شركه ترامبل. طبعا السكتش اب مش من برامج البيم، لكن بيبقى فيه اداه جواه بتخليه يرسم بتقنية البيم، وبيرسم وول ويرسم سيلينج وهكذا، اسمها بيم. مش عارف ليه اختاروا الاسم الغريب ده، بس هما سموه بيم. الراينو مش من برامج البيم، لكن خلال اشهر هيبقى، يعني خلال فترة بسيطة جدا هتلاقي اصبح من برامج البيم، هيضاف ليه خصائص البيم. طيب هندخل بقى بعد كده على النفس وركس، وده من برامج قوية جدا اللي بنستخدمها في مجال الكوردينيشن، وده بيقبل الـ DWF. عندنا سوليبري ده برضو من البرامج القوية بيفحص الموديل، وعندنا تكلا بيم سايت، وده بيقبل كل الحاجات اللي هو بتزيد الـ IFC، وعندنا بنتلي فيو، وده برنامج مجاني بيقدر ان هو يفتح لك ملفات البيم. ودي الامتدادات اللي انت ممكن تبدل بينها وبين بعض ان شاء الله.